رئيس الوزراء شهد توقيع مذكرة تفاهم ما بين وحدة صناعة السيارات والرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات. ده يعني إيه؟ طب هيفرق معايا في الإيه؟ هيفيدني إزاي؟ وإمتى؟ ده سؤال مهم جدا بالنسبة لي. خلونا ناخد معانا على التليفون الدكتور محمد شادي، الباحث أو باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية. أهلا أهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ زياد. ازاي الصحه؟ اهلا بحضرتك. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. اهلا بحضرتك. انا فعلا عايز افهم ايه مذكره التفاهم دي وهتفيدني في ايه وامتى. طيب هو اصلا مين الرابطه الافريقيه لصناعه السيارات في الاول زي ما حضرتك قلت، عشان بس نفهم مين الكيان اللي احنا وقعنا معاه ده. ايوه الكيان دوت ده كيان بيضم اكتر من 100 من مصنعين السيارات يعني، ومكوناتها والبرامج اللي بتشغلها في افريقيا. 100 من المصنعين الموجودين في افريقيا يعني مختلف مكونات العربيات. ال 100 دول عندهم النو هاو بتاع صناعه العربيه من اولها، من اول يعني لما نسجل براءه اختراع علشان نعمل يعني البادي بتاع العربيه لغايه لما نطلعها تمشي على الطريق. كويس قوي. ال 100 دول منهم بقى شركات اوروبيه اساسا، منهم شركات محليه بتشتغل في افريقيا وملهاش امتداد اوروبيه، ال 100 منهم طبعا شركات بتشتغل في معظم الدول الافريقيه، شركات مثلا بتشتغل في جنوب افريقيا زي تويوتا، شركات بتشتغل في مصر زي مثلا زي مصر للسيارات و اف سي اي مصر يعني والبافاريه دي شركات مصريه زي ما حضرتك عارف، وعندنا مثلا كمان شركات بتشتغل في اثيوبيا، شركات بتشتغل في المغرب. النو هاو بتاع الصناعه كلها من عند مصنعين افارقه بيشكلوا الرابطه الموجوده دي. الرابطه دي اصلا دي رابطه غير هادفه للربح اطلاقا، وظيفتها ان هي تعزز صناعه السيارات في افريقيا عشان يخلقوا لنفسهم اسواق لاحقا، وبالتالي عاوزين هم يدفعوا الدول الافريقيه لان هي تاخد خطوات حقيقيه واكيده في مجال تصنيع السيارات. ليه؟ علشان اولا هم شايفين القاره ال 100 مصنع دول يعني او ال 100 واحد دول شايفين القاره هي المكان الافضل دلوقتي لنمو سوق السيارات، لان زي ما حضرتك عارف القاره هي اقل قارات العالم يعني استخداما للسيارات، اكثر قارات العالم اتجاها ان هي ترتفع في الدخل يعني، واكثر قارات العالم متوقع ان يحصل عندها معدلات نمو. التوقعات دلوقتي بتقول ان احنا هنشوف في افريقيا معدلات نمو زي اللي شفناها في اسيا في السبعينات والثمانينات القرن اللي فات، وبالتالي العالم كله حاطط عينه على القاره الافريقيه. الناس دي بقى بيساعدوا مصر، المفروض ان هم جايين يساعدوا مصر دلوقتي علشان يطوروا الاستراتيجيه بتاعتها اللي اشتغلوا يعني اللي مصر عملتها علشان تطلع صناعه السيارات. وهم بيشتغلوا اساسا دلوقتي على موضوع المكون المحلي، المذكره دي متوقعه بالذات عشان موضوع المكون المحلي، لانه ده واحد من اكثر الموضوعات الشائكه في موضوع التصنيع. ليه؟ لانه الدوله علشان تقول ان العربيات طلعت من عندها لازم تحقق نسبه مكون محلي معينه. احنا بقى بيواجهنا مشكله كبيره في ده. ليه؟ هو ايه المكون المحلي ده؟ لان انت ممكن تيجي تقول ماشي انا هعمل مكون محلي وتلاقي الصانع اللي جاي عندك انت بتديله التسهيلات كلها وسايبه من غير ضرايب وبيستخدم الطاقه بتاعتك والكلام ده كله، بياخد المكون المحلي من عندك مثلا اللي بيدخله في العربيه هو شويه قماش شويه مطاط شويه بلاستيك، اما العربيه كعربيه كصناعه هو بعدك عنها تماما. كده يبقى انت ما استفدتش حاجه اصلا من كل التسهيلات اللي انت بتديها غير العمل اللي انت خلقتها. لا الناس دي بقى جايه دلوقتي تقول لمصر هو احنا نخلي ايه هو المكون المحلي بما ان اصلا الناس شغاله في السوق والناس موجوده، وبعدين مصر دلوقتي داخله بقوه جدا يعني في الموضوع وحاطه الموضوع في دماغها بشكل كبير. الناس شايفين جديه وبالتالي هم جايين يكملوا مع مصر النو هاو اللي يعني مصر عندها جزء من القصور فيه او متاخره فيه، علشان كده المفروض يعني الموضوع يبقى سريع جدا. خد بالك حضرتك 200 مليون بقول لحضرتك عليهم دول داخلين في 3 من ال 100 اللي بقول لحضرتك عليهم دول داخلين مع مصر في المشروع بتاع اي باز اللي هو مدينه صناعه السيارات اللي هتبقى موجوده في شرق بورسعيد، واحده من اضخم الاماكن التصنيع يعني في القاره الافريقيه كلها. المفروض ان هي هتزود الانتاج بتاع مصر يعني في 2026 انا اعتقد ب 10 اضعاف الكميه اللي طالعه من مستهدفه 270 الف عربيه. مصر انا بكلم حضرتك دلوقتي انتاجها هو 23 الف عربيه، فده 10 اضعاف الكميه المستهدفه يعني. المدينه بتتنفس جنب المصنع بتاع نيرك اللي هو بتاع صناعه اللي هي عربات السكه الحديد،
وبالتالي يعني الناس الرابطه شايفه فيه جديه شديده جدا، الحكومه مهتميه بوجودها لانه الناس دي عندها نوها وشغاله وفاهمه كويس قوي بتعمل ايه، وبالتالي المفروض تكون شراكه ناجحه يعني ويطلع منها بالمطلوب يعني. يعني ده هيبقى مؤهل جيد ليا ان انا اوصل 2026 وانا بوصل للتارجت اللي انا كنت عايزه مبدئيا الا وهو ال 230 الف سياره، مش كده؟ المفروض ان هو يسهل عليا بدل ما ادخل بقى في اني دلوقتي الجدل كبير قوي انه يا جماعه انتوا دلوقتي جايين على يعني على مصر يعني او على المستضيف بتاع الصناعه دلوقتي ان انتوا مش بتدوا له الحاجات المهمه وبتشتغلوا في الحاجات المهمه بس او مش عارفين توطنوا الصناعه عندي. لا ده هيقلل علينا يعني هيقلل علينا اللفه الكبيره دي وهيخلينا ندخل للحاجات المستهدفه بشكل اسرع وبشكل اسهل بحيث ان احنا ما يبقاش عندنا مشاكل مع الصناع بتوعنا. الراجل جاي يستفيد وانا بستفيد معاه والدنيا تمشي يعني. يا مسهل يا رب، لان المنافسه كمان جوه افريقيا منافسه شديده الشراسه على مساله الصناعه بتاعت السيارات بالتحديد يعني. صحيح. اشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر للدكتور محمد شادي الباحث او باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجيه. طبعا احنا عارفين ان المنافسين الكبار جدا في صناعه السيارات عندنا في افريقيا او الثلاثه اللي بيتنافسوا على هذه الكعكه الكبرى وشديده الاهميه بالمناسبه مصر والمغرب وجنوب افريقيا، الثلاثه عندهم منافسه شديده الشراسه، منافسه كويسه بالمنافسه يعني بالمناسبه. المنافسة عمرها ما كانت حاجة وحشة، المنافسة تدفعك للتقدم للأمام. أنا حلمي المليون عربية في السنة مش ال 230 ألف، ده حلم أنا. وصلنا لل 230، أتمنى أنه يبقى المستهدف التالي بتاعي هو المليون، يعني أجي على 20-30 أبقى بصنع مليون عربية. يا سلام بقى لما يبقى نصهم كهرباء، دي بقى تبقى إيه حدوتة الحواديت.